يا عم، من فترة كده عملت فيديو كان مكسر الدنيا بصراحة، عمل مشاهدات رهيبة جدا. بعد كده لقيت ناس بتنتقدني وعمالين بقى يقولوا لي انتي الترتيب ده غلط، انتي بتقولي اي كلام وخلاص. كنت عاملة مين هما الابراج الاكثر جاذبية في الرجالة، يعني مين ابراج الرجالة اللي هما الجذابين قوي، اللي هما الاتراكتيف، اللي عندهم كاريزما جدا جدا في الرجالة مش في الستات. فبعدين حصل هجوم ابن لذين عليا، بس انا قررت ان انا اعيد الفيديو تاني واقول لكم فعلا وايه الاسباب. ما عرفت ما قلتش الاسباب، المره دي هقول الاسباب. مين هم الابراج الاكثر جاذبيه؟ ما عرفت كنت قايله اكتر 7 ابراج، النهارده بقى انا قررت ان انا اقلل يعني اقلل الكومبيتيشن وهقول مين اكتر 5 ابراج اي راجل هتقابليه من ال5 ابراج دول هيجذبك زي المغناطيس. هم جذابين جدا، اتراكتيف جدا، كانهم عندهم مغناطيس كده رهيب رهيب رهيب. طيب سؤال الحلقة لكل بنت تتفرج عليا، تتوقعوا مين أكتر 5 أبراج جذابة في الرجالة وليه؟ وتوقعوا لي قولوا لي ليه، يعني عايزة مين أكتر برج جذاب اتعاملت معاه وليه برضو. أوكي طيب، خلوني أنا هقول في الأول مش بترتيب، بعد كده هقول أكتر برج جذاب قوي. طيب، من أكتر الأبراج الجذابة في الرجالة بلا منازع وبلا منافس هيجي عندكو برج العقرب. برج العقرب اتراكتف، غامض كده، شيك، اليجنت، ذكي، هو جذاب، راجل جذاب كده، راجل تحس ان هو برنس كده، حنين قوي قوي قوي، عنده حنيه رهيب، رومانسي كده ورومانتيك، بروتكتف، بيحميكي كده، غيور جدا. وطبعا البنات بتحب الراجل الغيور، هو غيور كده، هو مش عايز حد يبص لك، مش عايز، هو غيور بالزياده كمان، ويبقى عايز يحطك في حاجه كده ويقفل عليك، ومتسلط قوي زياده عن اللزوم. بس انا بحب غيره العقرب كده، بحب انا الراجل احس ان هو حمش كده ومش سهل كده وبيغير على حبيبته، ورومانسي جدا. يعني العقرب كده تحس ان فيه رومانسيه كده عماله بتطقطق في المكان، بيعرف يتكلم وبيعرف يعبر بالافعال وبالكلام، شخص ناجح، اتراكتيف، تحس ان هو حط حاجه في دماغه بيعرف يوصل لها، فيري 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 اتراكتيف. انا بحب الراجل العقرب. وغموضه كده تحس انتي مش هي، تحس انتي عايزه تعملي اي حاجه في الدنيا عشان تفهمين ان هو مش سهل يتفهم، وهو حابب غموضه وحابب ان هو يكون صعب كده، دمه خفيف جدا جدا. طول ما انتي قاعده مع برج الراجل برج العقرب عماله تضحكي، هو دمه خفيف، عنده حضور، عنده كاريزما، هو شخص كاريزماتيك، وتحس ان هو قائد كده، شخصيه قويه وشخصيه قياديه. طيب تاني راجل مش هنختلف عليه وانا بموت في البرج ده، اصلا هو برج ده انا بقى بالنسبه لي one of the most attractive، برج الحمل. برج الحمل ده بقى البرنس بقى، اللي هو القائد الشجاع الجريء، الراجل قوي الجدع جدا، دمه زي الشربات بقى، لو دم لو عقرب دمه خفيف يبقى الحمل شربات، طاقه كده وانرجي ومحفز كده، طاقه تحس ان في طاقه كده، حركه، نشاط، رومانسي جدا جدا، غيور غيره رهيبه، فظيع اصلا، بروتكتيف، لما بيحب واحده بيعمل لها البحر طحينه. عارفين يعني البحر طحينه؟ هيتابعك كل ثانيه، هيعمل كل حاجه في الدنيا عشان تخليكي مبسوطه. كريم جدا جدا جدا، يعني كمان هو كريم اكتر من راجل عرب كتير، شيك، اليجنت، شخصيه جذابه، شخصيه قويه، شخصيه قضيه، تحس ان انت معاكي راجل بجد. راجل الحمل ده من الرجاله التي لا تقاوم بجد، سحره لا يقاوم. لو ما ارتبطتيش براجل حمل قبل كده يبقى انت ناقصك كتير جدا. واتراكتيف حتى، يعني فيزيكالي اتراكتد كده، تحس انه مهتم بشكله، مهتم بجسمه، بيعرف يتكلم، متحدث لبق جدا جدا، بيعرف يتكلم، بيعرف يجذب كده، جذاب، هو جذاب جدا جدا، هو تحس انه فيه كده طاقه مغناطيس كده هب عليكي. ولما بيحب حد هو بيبقى رومانسي بقى، يقعد يبعت اغاني ويقعد يتابعك كل يوم، انت فين، يومك ايه بكره، بتعملي ايه دلوقتي، انت فين، روحتي ولا لسه، تلاقيه عمال هو بيتابعك، بيلحقك، مش هيسيبك، لازقه كده. وستات بتحب كده، وغيور بقى، يعني انت بتاعتي 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 وليا انا، على راي حسن شاكوش. طيب قولوا لي يا جماعه ايه رايكم، قولوا لي هل قابلتوا راجل حمل او راجل عقرب قبل كده ولا لا. ندخل بعد كده على راجل رقم 3، وده انا بحبه جدا جدا جدا، البرج ده برضو رجل برج الثور، ده بقى البرنس برضو، التقل بقى، التقل صنع، يعني حد تقيل ولا هو مش هيعبر عن مشاعره، بس خليك تلف حوالين نفسك، هتموتي تعرفي يا ترى بيحبني، يا ترى بيموت فيا، يا ترى هو، يا ترى طب هو بيعمل كفايه كده ليه. تبقى غامض برضو وتقيل، تقيل، واثق في نفسه ثقه، قائد كده، هو قائد في نفسه.
عارف قيمة نفسه قوي قوي قوي. عندما تتحدث الثقة تتحدث رجل برج الثور، ناجح طموح كريم جدا جدا، كريم في مشاعره وكريم كمان في خروجاته، بيحب ينزه اللي معاه، يحب هو فخم كده وبيحب الفخامة، عائل هتثق فيه، تحس ان انت تقدري تعتمدي عليه، والحمل برضو العقرب الاتنين تقدري تعتمدي عليهم. مخلص جدا جدا جدا، ما بيخونش، الطور ما بيخونش يا جماعه، الطور ما يعرفش، عمره ما يعرف اتنين في وقت واحد، هي واحده امراه واحده عند راجل الطور تكفي. لما بيحب حد بيديله كل حاجه، معطاء، عنده كرم وجود في المشاعر، تاتشي كده، بيعرف يقول كلام حلو، بيعرف يعمل حاجات كتيره. يعني هو راجل برج الطور راجل والرجال قليلون يعني. واكتر حاجه تتاكدي منها ان انت لو معاكي راجل طرق والله ما بيشوف ست تانية غير الست اللي معاه، مهما كانت الستات اللي حواليه عمالين يغروا فيه واحلى منها، وهو خلاص بيقفل عقله ودماغه كل حاجه على الست اللي معاه. بروتكتيف جدا، لو بيحب حد هيبقى بيدعمه، عايزه يبقى احسن، هتلاقيه انت هتلاقيكي تثقي فيه كانه يور بيست فريند، يعني هو هيبقى يور بيست فريند بجد، هتعتبريه حد قريب منك جدا، مش هتقدري ان انت تقاوميه ولا تقاومي جاذبيته اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب نيجي بعد كده على رجل برج الميزان. رجل برج الميزان ده رجل برضو تقيل لطيف، شكله حلو، بيلبس حلو، تحس ان هو طيب حنين رومانتيكي قوي قوي. برج الميزان من الابراج الرومانسيه، دمه خفيف جدا، بيحب الهزار، بيحب الانطلاق، بيحب هيدعمك، يعني هتحس ان انت مامته كده. واثق في نفسه قوي، شخصيه قويه، شخصيه طموحه، عارف هو عايز ايه، عارف هيوصلها ازاي. يا جماعه بس هقول لكم حاجه واحده بس، يعني انا تقريبا اكتر الرجاله الاتراكتيف اللي قابلتهم في حياتي برج الميزان. يعني مثلا تعالوا بقى اديكم شويه ميزانات كده انا بشوفهم رجاله اتراكتيف كرشل. عمرو دياب، انجن اللي هو الممثل التركي اللي كان بيعمل دور عمر في اللي هو اسمه ايه دوت العشق الاسود، انا بحب الممثل ده، اسمه انجن صح. امير كرارة، انا من عشاق امير كرارة، بحبه جدا خاصه بعد المسلسل بتاع منسي، يعني انا بحبه قوي قوي. مين تاني؟ رشا ميزان، مين تاني ميزان؟ لا في ميزانات كتير قوي مش عارفه ازاي وقعوا من دماغي. لا الميزان فري 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 اتراكتيف يعني، وجذابين جدا جدا جدا. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه برج الثور، برج العقرب، برج الحمل، برج الميزان. يعني اخترت من كل مجموعه الترابيين اخترت الثور، اخترت من الهوائيين الميزان، اخترت من الناريين الحمل، اخترت من المائيين العقرب. اخر راجل هقول عليه ان هو اتراكتيف برضو، وعنده نوع من انواع الجاذبيه الغريبه كده اللي تحس ان انت ان هو لا يقاوم برضو، برج الدلو. برج الدلو طيب حنين جدع، راجل كريم جدا جدا، معطاء، هو ليه جاذبيه كده غريبه، بيتكلم كويس قوي، دمه خفيف، بروتكتيف، غيور من رغم من هدوءه. يعني راجل برج الدلو راجل هادي كده، ما تحسيش بيه، وممكن تحس ان شخصيته مش قويه قوي، ان هو مش بيحب يتكلم عن نفسه كتير، مش مغرور اطلاقا اطلاقا اطلاقا، بس هو راجل اتراكتيف. يبقى دول اكتر خمس ابراج. لو هنقول بقى توب 3 بالنسبه لي انا كرشا، في المرتبه الثالثه برج العقرب بجداره، في المرتبه الثانيه برج الثور وبجداره، في المرتبه الاولى برج الحمل. انا بالنسبه لي اكتر راجل اتراكتيف تقابليه في حياتك هو برج الحمل بلا منازع بلا منافس. يعني ممكن الثور ينطح فيه شويه، بس الحمل بيتربع على القمه. طيب في حد بيسالني مين المرتبه السادسه؟ لو اقول مين المرتبه السادسه هيبقى كانسر، سرطان، راجل السرطان برضو من الرجاله الاتراكتيف جدا جدا جدا، وغامض كده وحنين وجدع وراجل وبروتكتيف برضو، وتحسي كده بالامان ويعتمد عليه على فكره، وبتشيل مسؤوليه، هو سنسيتيف بس عشان كده ما حطتهوش. يعني انا ممكن لو يعني يبقى في منافسه ما بين الدلو والسرطان، بس انا عشان لقيت السرطان سنسيتيف شويه فبيبقى متعب شويه ما حطتهوش. يعني في حد بيقول لي لا برج العقرب اكتر واحد اتراكتيف، لا برضو العقرب بشوفه ان هو يعني الثلاثه دول ما فيش فرق ما بينهم. يعني انا في مرحله لا بحس ان العقرب برضو فيري اتراكتيف، عمرك ما هتقابل. لا الاسد اتراكتيف برضو، يعني الاسد هحطه في المرتبه هحطه بعد الكانسر طبعا، بس هو الاسد في شويه عيوب مش موجوده في الناس دي.
مثلا اسد بيحب يتكلم عن نفسه كتير، او عنده سنه انانيه شويه، بيحب نفسه قوي، فهو تحس انه بيشوف نفسه اكتر حتى مع الست اللي معاه. اما الحمل برضو في حته الانا بتاعته عاليه شويه، بس هو معطاء في الحب، كلهم كريمين في الحب، كلهم عندهم كرم، عندهم جود، عندهم اهتمام، بس الحمل بيهتم قوي. يمكن التور ما بيهتمش قوي في البدايه يعني، لان التور بطيء، الحمل بيعترف بسرعه جدا. اقول لكم على حاجه، الراجل الحمل لما بيحب بيعترف على طول، ما هتعرف ان هو بيحبك من غير ما يقول اي حاجه، هو على طول هيتكب على دماغه. اما التور تقيل، هيتعبك، العقرب تقيل برضو، متعب يعني. بس شكرا، بحبكم جدا جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، قولوا لي رايكم. سؤال بقى الحلقه لكل البناتيت اللي بيتفرجوا عليا، وعايزه الرجاله يقولوا لي ايه رايهم برضو، عادي يعني. انا قابله للخناقات دي يا جماعه، بقول لكم الفيديو التاني حصل ضرب نار عليه، يا خلاص يعني اللي حصل لي. وعايزه ما تقولي مين اكتر راجل اتراكتيف اتعاملتي معاه وليه. يا جماعه بصوا، انا بس عايزه افهمكم ان منظري كده الساعه دلوقتي في مصر الساعه 5:08، فانتوا قادرين تتخيلوا صباحا، فانتوا قادرين تتخيلوا بقى انا بعد انا تقريبا بقالي 48 ساعه صاحيه، فهروح انام. شكرا، بحبكم جدا، اعملوا بقى شير واعملوا منشن للرجاله اللي تعرفوه من هذه الابراج، ومش عايزه الناس تتضايق مني، انا قلت بمصداقيه وما قلتش برجي اهو يا جماعه، انا عشان اول مره اتفرجوا عليا، انا رشا برج العذراء، فانا عذراء ما قلتش برجي، مع ان انا بشوف رجاله العذراء. صالح سليم برج العذراء، محمد سامي انا بحبه جدا برج العذراء، كاظم الساهر، وائل كفوري، يوسف الشريف برج العذراء، ممكن انا اقول بقى كتير قوي قوي يعني. شكرا، اشوفكم في فيديو تاني. في حد بيقولي لي قولي لي مشاهير برج ايه برج العقرب، احمد حلمي برج العقرب، محمد حنائي برج العقرب. انا جماعه لك حكت شكل الجليبه. شكرا، باي باي، اعملوا شير بقى كتير، احنا عايزين نوصل الفيديو ده ل 20 مليون فيو، انا اصلا طموحه قوي، و 500 مليون لايك عادي جدا. وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى اليوتيوب. ثانك يو، باي باي، مع السلامه.